مرحبا يا أصدقائي من جديد. معصبة أنا اليوم، بطلت غزالي رايقة. شو الوظيفة المناسبة لإلك؟ الحمل والميزان وظيفتهم المناسبة يضلوا قاعدين بس هيك ينكش مخ على العالم زي فرح وأحمد الصادق. نشوف برج الحمل، إيش وظيفتك المناسبة أو المهنة المناسبة حسب برجك وشخصيتك؟ أي شغل له علاقة بالمنافسة أو اللياقة البدنية حطوا الحمل فيه. ممكن تكون يا حمل مدرب شخصي أو مدرب رياضي، كتير بزبط لك هذا الإشي على فكرة. بدك وظيفة تضل فيها بالهواء الطلق، شم هواء، منفعش تربط وتتقيد وتنحط مورا مكتب هيك وتنحشر بتنشل. والله حسيته بعاني. أو تكون بمهنة مثلا إدارية، يعني أنت تكون مدير بس أو رئيس تنفيذي لشركة كبيرة، لأنك قادر على السيطرة وأنك تمسك بزمام الأمور. الله أعلم، عندك رؤية واضحة لتعطي الدعم لفريقك، دائما عندك رؤية بعيدة للأشياء، فأنت هيك بتقدر تعطي الدعم لفريق وبتعرف قديش في نسبة نجاح. فهو دائما أحمد صادق بيعطينا هذا الدعم، إحنا فريق يوم بيوم. شوف، لا اليوم كثير مخلصة مع أحمد. برج التور، برج التور عندك ميول طبيعية للقيادة وبتقدر تنفذ التعليمات بالترتيب وبالتنظيم كمان وبوقت كتير قصير. انت مضرب مثل للي بتحمل العمل المتعب والشاق والصعب كتير. انت قليل التشاؤم بالشغل على فكرة وقليل التذمر، يعني ما بتتذمر كتير اوف شو هاد وشو هاد، لا كتير رائع انت بالشغل. بتزبط لتنسيق كمان الحدائق لانه عندك هيك نظرة كتير جميلة بالاشياء هاي والورود والزريعة والقصص، عن جد فعلا هيك الطور. او بمبيعات منتجات كتير فخمة وفاخرة، او مهنة المالية والمصرفية، يعني ما شاء الله متعدد المهن برج الطور. الجوزاء بتحب التنويع بالمهنة، حطوا جوزاء باي مكان هو بكيف، بس مهم يكون مكان مفتوح يعرف يحكي فيه مع الناس. بشتغل اي شيء بدكم اياه. بتحب التنويع كثير يا برج الجوزاء بالمهنه وتكون مكان كله تحفيز لإلك كمان. ما بتحب تكون مكان جامد ما فيه تنويع او ما في حدا يقعد يحفز فيك، بضل تحس انه في طاقه سلبيه طول الوقت، مع انه ما في طاقه سلبيه بس عادي كل واحد بحاله بيشتغل شغله، لا انت بتكاش، انت بدك 24 ساعه يضلوا يحفزوا فيك، فهذا شيء رائع يعني لازم نحفز بعض برضه بالشغل. اهم شيء ما يكون العمل شاق ومتعب، برج الجوزاء بموت من العمل الشاق، ما بحب. لازم يكون الشغل ممتع، طول رايح مشوار هو رايح طشه برج الجوزاء، مش رايح يشتغل، بدهوش يشتغل عمل شاق وبده اشي ممتع وفي تحفيز، يجيبوا له ارجيله على المكتب. مجال التعليم والاتصالات يا برج الجوزاء ممتاز كتير لإلك، يعني سواليف انت فاهم علي او انت فاهم علي. تزبط لشغل الدعايه والاعلان كتير او الكول سنتر، بتكيف شو بتحب تطلب اليوم، او الله زاكي هاي، يعني هيك اذا كان يشتغل ماكدونالدز مثلا اسمع هاي زاكي حط عليها صوص الكذا، تحسه صار صاحبه الكول على الكاستمر اللي على التليفون، يعني هيك برج الجوزاء كتير بزبط معه لانك متحدث بارع. هذا الشيء مش شيء سلبي، بالعكس شيء كتير جميل يا جوزاء. بس بيزعلوا مني الجوزائيين. شوف السرطان، برج السرطان بتقدروا تتحملوا اي مسؤوليه بكل سهوله، ما شاء الله علينا. كثير بالبقى لك تكون وكيل اعمال الله، يعني او بزنس وومن مثلا او يعني شيء زي هيك، يعني وكيل اعمال عندك القدره بتقديم المشوره وحل المشاكل لكل يلي بالشغل، تقدر لما تشوف انه صار في مشكله بالشغل والكل انه فات فيها تحت الضغط مثلا، تقدر انت تعطيهم حل هاي المشكله، والله انا دائما حلل المشاكل. تقدر تعطيهم حل لهي المشكله وانهم كيف يتجاوزوها. الاعمال الاجتماعيه والموارد البشريه ممتازه جدا لشخصيتك. الاعمال الاجتماعيه مثلا ممكن يكون كمان مع المنظمات هذول التطوعيه، كمان ممكن الموارد البشريه الاتش ار اللي هي بتحاول دائما تكون مع الموظفين، بالعكس احنا دائما بالشركات الاتش ار بتكون شريره مش عارفه ليش او شرير، مع انه هذا اكثر شخص لازم يكون فاهم الموظف، مثلا فاهم بعد بيته يحطوه بفرع قريب من بيته لنفرض، او ممكن
شو كان عنده ظروف، يكون فاهم ظروفه، مش دائما جاي على الموظفين، وبنفس الوقت يعني شد عليهم شوي. يعني بالبقلة برج السرطان موارد بشرية ممتازة كتير فيها، أو ممكن أخصائي نفسي وتغذية، يعني عن جد محلل نفسيات، بس ما يكونش عرافة وبطلع بحكي على الأبراج. خلينا نشوف الأسد. شفتوا مش بس بحكي عليكم، بضرب حالي. الأسد بحبوا النقد والاهتمام، بس ما بحبوا النقد الهادم، بحبوا النقد البناء. جرب انتقدوا انتقاد هادم، شوف شو بسوي فيك الأسد. إدارة الأعمال إشي كتير ممتاز لإلكم، لأنكم أنتم بتعرفوا كيف تديروا الأعمال والشغل أو الشركات. عندكم ميول لأعمال الصيانة كتير والتركيب والأشياء اللي زي هاي، لأنه في عندكم فكر واسع في بالشغلة بقى، يعني بتطلعوا على قطعة مثلا فورا تكشفوا كيف كلياتها مركبة أو كيف آلية عملها. يعني عندكم ذكاء عالي بهالقصص. صناعة الأفلام والإخراج ممتاز كتير لإلكم هذا الشغل، يعني تكونوا مخرجين أو مصمم أزياء. والله الصراحة يعني أنا عندي صاحبة كتير شاطرة، هي أوقات بتلبسني مصمم مثل أزياء، أو رئيس تنفيذي لشركة كبيرة. ممكن تكون أنت رئيس لتنفيذ هاي الشركة، الأوامر اللي بتنفذها هاي الشركة، برضو كتير ممتاز لإلك يا برج الأسد. أنا ما خبركم أن أنت وذكر عم بحكي على الجهتين. العذراء، لأنك تحترم رغبات الكل والجميع، وعندك ذاكرة قوية وحادة، مهارات التواصل مع الآخرين وخدمات التطوير، يعني عندك أسلوب بتطوير العمل. فأنت يعني إذا كنت في قسم التطوير إشي كتير جميل، أو إدارة المتاجر الكبيرة أو المحلات الكبيرة. يعني أنت بارع في الأبحاث والإحصائيات كمان. ممكن تكون مترجم مخبري سري. يا حبيبي معنا هون اثنين عذراء، شكرا مخبرية سرية دول. برضو كتير بزبط لك. نشوف الميزان. اجتماعي وبارع بأنك تقرأ الأشخاص اللي حواليك قراءة قبل ما بلشوا يحكوا. فصلهم تفصيل، بزبط معك بالمجال الدبلوماسي على فكرة. يا حبيبي معنا عميل هنا. وكيل أو سفير، الله يا رب نشوف هالوحدة يا رب سفيرة هيك. أو ممكن مدعي عام ومحامي، على قد ما هو بنط أول واحد ببلش يدافع عن بعرفوش ببلش يدافع، مش فاهم القصة الطوشة كلها، مش عارف حاسس هذا مظلوم، بقوم بدافع. ممكن كتير كمان تكون منظم مصمم للحفلات والأعراس، لأنه في عنده نظرة حلوة بتنسيق الألوان والأشياء. يعني ممكن تكون ودق بلانرز برضو، بزبط يا فرح، مش شرط بس تشتغلي معانا. لأنه عندك ذوق عالي كتير كتير بهالقصص. الله، لا هي عندها ذوق عالي والله، حرام نش الحكي. فممكن تكون مدعي عام أو سفير أو محامي أو ودينج بلانرز يا ميزان، فأنت تختار بدك إياه. العقرب، برج العقرب بالمنظمات الاستخبارية طبعا، يعني وين بدنا نحطه برج العقرب وشو مهنة بتلبق له؟ الأوراق السرية والأسلحة الغالية، ممكن يشتغل بالأسلحة كمان برج العقرب. ممكن تزبط للعمل بإدارة الأزمات، يعني كل إشي بختص بالشرطة بالمخابرات بالقصص هاي الدبلوماسي، يعني يحطوا الأقرب فيه، محقق مثلا كمان، محقق في المخابرات، أو ممكن يكون يعني هاي أخف وحدة، ممكن يكون مدير مالي أو محاسب. القوس، بتزبط تكون يا قوس تكون دليل سياحي، لأنه عندك أسلوب بالشرح عن الآثار بشكل جميل ومبهر. بدنا نشغل معنا داليا لنصور، نشغلها مع ست رجاء بالسياحة، تصير تطلع معاها رح تكون مبهرة، أجيب لها شغل. أو تشتغل، ممكن يا قوس تشتغل بالمنظمات الغير هادفة للربح، مثلا منظمات هاي الإنسانية أو التوعوية، الأشياء اللي بتحث على الأشياء الخيرية أو الإنسانية أكثر، برضو كتير بزبط. أو منظمات حقوق الإنسان والحيوان، فهذا الشغل كتير رائع يا برج القوس. مش مشكلة بعدين منجيب مصاري، لو ما طلعت هلأ بعد وقت من سنة نجيب مصاري. نشوف الجدي، تكون ربان السفينة أو كابتن طيار. الله، يعني حلو حلو كابتن طيار، يعني حتى الطيارة تورع مش مشكلة، مهم كابتن لأشي. تقدر تكتشف فيها نظريات وتطبيقات جديدة. لا لا عفوا، سوري من كثر الحماس فت على برج ثاني. كابتن طيار، أو تكون مسؤول يا جدي، تكون مسؤول عن عدة شركات مهنية
وفيها خطوط انتاج، يعني مصنع مثلا خطوط انتاج، فانت كثير شاطر ومنظم بهاي القصة، او تاخذ منصب كثير كبير بين المهندسين المعماريين. شوف الدلو هذا اللي دخلنا عليه لحاله ولا قبل شوي. الدلو ممكن تشتغل او المهنة بتناسبك العلوم والتكنولوجيا، اي شيء فيه تكنولوجيا وعلوم واكتشاف كتير رائع لك، بتقدر تكتشف فيها نظريات وتطبيقات جديدة، يعني ممكن يخترع مثلا ابليكيشن نستخدم على التليفون كيف عليه، يعني يلا اشتغلوا يا برج الدلو شوي. الجرافيك ديزاين التصوير كمان جميل كتير لك عندك، لأنه نظرة جميلة بالكاميرا وبهاي القصص. أو مدير مبيعات، على قد ما هو لسانك مقنع اسم الله قديش وبنقط عسل، تعرف تقنع يعني الشخص اللي قدامك، أو رجل أعمال مثالي. وفي رجل عمل مثالي. واخيرا خلينا نشوف الحلقه، لازم انزل عن الهواء لانه مش عارف شو حصير فيه اليوم، بس لو سمحتوا عطشانه. روح على الحوت. يلا الحوت، اي شيء له علاقه بالرعايه الصحيه والغذائيه انت مبدع فيه، يعني مثلا بيجي يقول لك تاكلش سنيوره مو زاكيه، كل تركي اوف والله صح السنيوره مش زاكيه، ضربنا السنيوره هنا، التركي انظف مثلا، يعني بيعطيك اشياء بديله انه ما راح امنعك تاكل شيء بس في شيء بديل، فبظبط انه هو يكون له علاقه بالرعايه الصحيه والغذائيه. انت مثالي تكون ممرض او دكتور، يعني بتقدر دكتور بتقدر تشخص حاله الشخص حتى لو ما كنتش دكتور او اخصائي علاج طبيعي، يعني انا ودي احمد الصادق على اي حد برج الحوت خليه يعمل له علاج طبيعي لظهره حرام. او تكون فنان او موسيقي على فكره، يعني انتم موسيقيين كثير، يعني في عندكم الفنون بتحبوها. او ممكن تشتغل بعلم النفس عفوا، بس هذا عن الحوت. هلا ايش اسمه، احنا لازم نشتغل اشي احنا بنحبه، ندرس اشي احنا بنحبه، يعني اشي جميل. احنا موضوع اليوم انه لو يرجع فينا الزمن لورا بوظيفتنا مثلا، في ناس اكيد اكيد جوابها رح يكون لو يرجع في الزمن لورا كان اشتغلت شغل تاني او كان درست اشي تاني بحياتكم، ما تعملوا اشي انه ممكن لقدام انكم تندموا عليه. ادرسوا الاشي اللي بتحبوه واللي بدكم تشتغلوا فيه، مش هي شهادة والمهم ونعلقها وبس، لا، الوظيفة إشي كتير مهم تكون تشبهك، هي أنت، هي المكان اللي أنا بدي إياه، مش مهم بس إني أشتغل بس لأطلع مصاري، لا، أنت عم تشتغل على حالك، ما تضيع عمرك بس أنا لأنه لازم أكون بشغل أو وظيفة. بهيك بنكون خلصنا فقرة الأبراج اليوم، شوفوا الفقرات الجاي. وقبل ما احكي للقاء لحظة بدي اقول ثانك يو للميك اب ارتست ريهام على شعرات الحلوين اليوم، طولت لي اياهم زي ما شفتهم طوال، والميك اب الجميل الي ولكل زميلاتي ولزملائي ضحكي ولزملائي، عن جد ثانك يو ريهام. بشوفكم فقرات جاية لك يا اصدقاء، بدي احكي كلهم. اسمعي انا انت يعني حكيتي وسبقتي حكيتي على الشعر وهيك، بس كان حتى وليد عم بحكي لي انه شعر الاء اليوم كثير حلو. يا وليد ثانك يو، عينك الحلوه. يعني هو ما حكى هيك بالضبط. لا عن جد باربي باربي اليوم حلوه. ثانك يو هاي حلوه. لا والله والله مدح، بس هو قال انه شعر الاء طول فجأة. فشرحنا له الموضوع خلص مشي مشي الحال، خلص اوكي بعتبر انه حلو. عموما موضوع الابراج اليوم حكيتيه كثير حلو، بالاضافه لانه عن جد حسيت انه بشبهنا، يعني الاشي اللي حكيتيه عن برجي جد كثير بشبهني، طريقه الدفاع حتى لو حدا انا ما بعرفه فعليا انا بدافع، ومرات كثير بتعرض ل جواب انه انت شو دخلك بالضبط. اوكي شكرا لكم، عفوا باي. فجد ابدعتي ابدعتي الا يعطيك العافيه، دائما مشرقه دائما منوره، وجود شعر طويل ولا قصير ومواضيعك حلوه. طبعا يعني احنا مصدقين. شكرا لكم يا رب، شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. يعافي عمرك الا، اهلا نراك غدا باذن الله ان شاء الله. ومشاهدينا